تنبيه: إن كنت تعتقد أن كرة القدم مجرد لعبة يلتف حولها المشجعين فقط فأنت مخطئ. ما وراء كواليس كرة القدم. في وثيقة سرية مسربة تحت عنوان الأسلحة الصامتة لخوض حرب هادئة، وثيقة توضح كيفية تحكم أصحاب النفوذ بالشعوب لا شعوريا، وثيقة خطيرة. من إحدى الاستراتيجيات التي ذكرت بها استراتيجية التدرج، فحسب الوثيقة مثلا تدمير الأخلاق في مجتمع ما يأخذ من 15 إلى 20 سنة تدريجيا. It takes from say 15 to 20 years to demoralize a society. Why 15 or 20 years? This is the time sufficient to educate طبعاً يوجد في الوثيقة استراتيجيات كثيرة، ولكن أهم استراتيجية ركزوا عليها في التحكم بك وبالناس هي إغراق الشعوب بالترفيه. جاء بالنص بها: حافظوا على اهتمام الرأي العام بعيداً عن المشاكل الحقيقية، أغرقوه بوسائل الترفيه المختلفة، اجعلوه مفتوناً بمسائل لا أهمية حقيقية لها، أبقوا الجمهور مشغولاً لا وقت لديه للتفكير، وعليه العودة إلى المزرعة مع غيره من الحيوانات. وقبل أن تقول يا محمد أنا لا أؤمن بنظريات المؤامرة، أنا أساساً لا أحدثك في نظرية مؤامرة. استراتيجية إغراق الشعوب بالترفيه مطبقة من آلاف السنين، حتى أنها تسمى بنظرية السيرك الروماني. فكان الإمبراطور قديماً كلما شعر أن الشعب بدأ بمجرد التفكير يقوم مباشرة بإعداد سيرك لهم. The Roman circus. What does the emperor do when the people become restive and when the people are asking questions and when the people don't like the policies of the emperor? He sends them to the circus. He creates a circus. He builds a giant coliseum. And he begins to throw the Christians to the lions. And he has great chariot races and football games and basketball games, all to keep the idiots preoccupied with things that don't mean anything in the scheme of the entire world, so that they don't have the time to learn what the truth is, so they don't ever get smart enough to learn how they're being manipulated. انظر حولك اليوم، ستجد كل شيء أصبح ترفيه وملهيات، ابتداء من المسلسلات والأنمي ومواقع التواصل الاجتماعي والتحديات والحفلات، وصولا إلى الرياضات المختلفة بأنواعها، مثلا سيرك كرة القدم. يمكن فهم هذا التصور أكثر بالعودة إلى العصر الروماني، عندما كانت تقام مباريات البقاء بين الوحوش المفترسة مثل الأسود ومجرمين محكوم عليهم بالموت. عروض لا تختلف كثيرا عن نهائي كأس العالم اليوم، حيث يحتشد عشرات الآلاف لمشاهدة صراع الفريسة والصياد. وقبل أن تنتفض ويتحرك لديك شعور المدافع عن كرة القدم وربما تتقول ببعض الأمور التي تسجل سيئات في ميزانك، دعني أخبرك عن هذا الشعور الذي تشعر به الآن. شعور الانتماء بكرة القدم، وكم هو خطير، وكيف يتحكم بك من خلاله وأنت لا تشعر. انتماء حد الكفر. حسب هرم ماسلو الذي يوضح الأمور التي يحتاجها الإنسان لكي يعيش، وضع من تلك الاحتياجات شعور الانتماء. يعني اعتبر الانتماء لشيء ما من الأمور المهمة للإنسان لكي يعيش، بل وضعها في منتصف احتياجاتك وفق هرمه. وعلل ذلك قائلا أنك عندما تشعر بشعور الانتماء لشيء ما تتحسن حالاتك النفسية ويقل توتر تجاه الحياة بصعوباتها وتحدياتها. لذلك يقول هذا الكاتب الفرنسي إن الانتماء لكرة القدم تمنحك شيء لا تستطيع الحصول عليه في أي مكان آخر. بالفعل، لأن الانتماء يقلل من توترك حسب ماسلو. ولكن تخيل أن العلماء لاحظوا أن معدلات الانتحار في أوروبا تنخفض بشكل كبير في الفترة التي ينافس فيها المنتخب في بطولة كبرى، وفسروا ذلك بأن الناس تشعر بانتمائها لفريقها فيقل توترها ولا تنتحر. تخيل. فالانتماء أيها الحبيب شعور مهم لكل شخص فينا، لذلك يجب أن تضبطه، لأنك إن لم تضبط هذا الشعور قد يرميك في النار والعياذ بالله. ودليل ذلك أنك تجد الكثير من الشباب بسبب انتمائها لفريقها المفضل تتفوه بأفظع الشتائم، ويصل ببعضها حد الخروج من الإسلام بسب الذات الإلهية والدين والعياذ بالله بسبب انتماء لفريق ما. وهنا لتلك الفئة أقول اتقوا الله. نعود لموضوعي. شعور الانتماء هذا حتى في الغرب الفاسد أخلاقيا لاحظوا أثره عليهم. في دراسة أجنبية تحت عنوان كرة القدم دين أوروبا الجديد، قالوا أن انتماء الناس لكرة القدم في 150 سنة الماضية تزايد جدا، لدرجة أصبح أعلى من انتمائهم لدينهم. وهذا الأمر يفسر سبب التعصب الغير مبالغ به من الشباب تجاه تلك اللعبة، فأصبحت كرة القدم بين الشباب والأطفال هي معيار الموالاة والمعاداة حسب الفرق والبلدان. إدمان حد القتل. لنفترض أن شاب ما يتابع كل مباريات فريقه المفضل، لا يفوت مباراة واحدة لفريقه مهما كان لديه من تحديات ومسؤوليات في حياته، هل يعتبر هذا مدمن لكرة القدم؟
لا، ربما هي هواية يحب متابعة فريقه ومبارياته. طيب لو سألنا ذلك الشخص عن شعوره بعد خسارة فريقه المفضل وأخبرنا أنه حزين ومستاء كما لو أنه خسر شخصيا في شيء ما، هل يمكن أن نقول عن ذلك الشاب أنه مدمن؟ لا، ربما هو شعور انتماء والإنسان مجبول بفطرته على الانتماء. طيب لو أن ذلك الشاب نفسه أخبرته شيء سلبي عن لاعبه أو فريقه المفضل وانهال عليك بالشتائم والتعليقات السلبية كما لو أنك تسب أخاه أو أباه، هل يعتبر ذلك إدمان؟ لا أيضا، ربما هي قلة أخلاق، قلة تربية، عقول فارغة، ولكن هذه غيرة لفريقه المفضل، لا ليست إدمان. طيب لو أن ذلك الشاب قام بقتل مشجعي الفريق المنافس لفريقه، هل يعتبر ذلك إدمان؟ أيها الحبيب، كل الفرضيات التي ذكرتها للتو هي إدمان بالمعنى الحرفي، ابتداء من عدم تفويت أي مباراة، مرورا بالشتم لأجل تلك اللعبة، وصولا للقتل لأجلها، وكل ذلك يحدث فعليا. 327 قتيلا في بيرو، 130 قتيلا في غانا، 125 قتيلا في إندونيسيا وغيرها الكثير. تخيل أن حرب استمرت 40 عاما بين قبائل العرب قبل الإسلام، راح ضحيتها آلاف الناس، كانت بسبب فوز فرس من قبيلة ذيبان على فرس من قبيلة عبس في إحدى المباريات. كثير من الشباب اليوم تعتقد أن الجاهلية انتهت بعد دخول الإسلام، ولا تعلم أن الجاهلية غير مرتبطة بزمان ولا مكان، فهي موجودة عبر كل العصور والأزمنة، ولكن كل ما تفعله أنها تغير ردائها فقط. القدوات الوهمية، مجلة فوربس الأمريكية أصدرت قائمة بأعلى اللاعبين أجرا في العالم. لاحظ الأرقام أمامك، أرقام هائلة تدفع للاعبين سنويا. ماذا تتوقع من الأطفال والشباب عندما يسمعون بهذه الأرقام؟ بالطبع سينطلق لديهم حلم التقليد، وسيبني الطفل آماله لأن يصل لمكانتهم، ومن هنا يصبح قدوات لا شعوريا. لهذا تجد الشركات تدفع مليارات الدولارات لهؤلاء اللاعبين لكي يروجوا لمنتجاتهم، لأنهم يعلمون أن هناك الملايين من الناس يقتدون بهم. صحيح، ولكن في عالمنا العربي الأمر تعدى مسألة القدوة، وصلنا إلى مرحلة في تعظيمهم حتى أصبحوا فخر العرب. يعني كل العرب بعلمائها وعقولها فخرهم الوحيد لاعب كرة قدم، والذي بدوره لم يقدم لهم شيء سوى السيرك، لدرجة أنهم أصبحوا يدرسوا في المناهج الأكاديمية. إذ أعلنت وزارة التربية والتعليم إدماج مسيرة اللاعب المصري محمد صلاح في منهج اللغة الإنجليزية، هو شخص على المستوى الإنساني قدوة يحتذى بها للجيل الجديد. وقبل أن تعترض على كلامي دعني أخبرك أن ذلك اللاعب ربما شخص جيد على المستوى الإنساني، وشخص مجتهد ومثابر حتى وصل إلى هذا الاحتراف، وهذا شيء جيد له، ولكن أن يكون قدوة لإخوتك الصغار وأبنائك هذا أمر لا يجب أن تستهين به، لأنك لو تمعنت خارج الملعب في تلك القدوة تجد تناقضات كثيرة. تجده مثلا في كل عام يحتفل بنشر الأعياد الوثنية، وهذا يضرب في عمق عقيدة إخوتك الصغار وأبنائك. نشر صلاح هذه الصورة قبل 4 أيام يحتفل بشجرة عيد الميلاد في بيته، وتجد لديه مثلا تساهل في موضوع شرب الخمر، عندما سئل عن رأيه في شرب الخمر قال ما عرفش، ما بحس ان انا عمري مثلا نفسي ما راحت ان انا اشرب حاجة، والله نفسي ما راحت لهوش. نفسك ما إلها داعي في هذا الموضوع اساسا، لانه محرم لا اشربه، ان الاسلام حرمه لا اشربه، ان تفخر بانك مسلم. هكذا يكون جواب القدوة، ولكن هو ربما مسك العصا من منتصفها حتى لا يعرض نفسه للهجوم في الغرب، هو ادرى بمصلحته الشخصية. ولكن مشكلتنا مع ان تكون قدوة يقتدي كجيل كامل وتقول مثل هكذا جواب. أيها الحبيب، هم ليسوا قدوة ولا يجب أن يكونوا، وسيختلف معي في هذه النقطة الكثير، ولكن تمعن في حياة لاعبي كرة القدم بشكل عام ستجد أن الاكتئاب يخيم عليها كما ترى في الكثير من المقالات. ناهيك عن أعداد المنتحرين في كرة القدم والتي لا يسلط الإعلام الضوء عليها، ستسمع في الإعلام فقط الكلام عن الشهرة والمال والإعلانات. انظر للصورة كاملة وستدرك أننا في سيرك. تصحيح البوصلة، لو بحثت في القرآن الكريم عن كلمة اللعب واللهو ستجدها دائما مذكورة بطريقة الذم كما في الآيات القرآنية أمامك. وليس معنى ذلك أنه لا يوجد لعب ومنافسات عند المسلم، بل يوجد. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. ولكن أيها الحبيب، الفكرة أننا أغرقنا اليوم في الترفيه دون أن نشعر، فلا يكاد يوم يمر علينا دون أن نقضي الساعات على التيك توك ومواقع التواصل الاجتماعي والمؤثرين والتحديات والرياضات وغيرها الكثير، حتى أصبحت عقولنا لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا، فنسينا أنفسنا، النفس التي يجب أن نعمل عليها في الدنيا بالمثابرة والاجتهاد، ونعمل أيضا لها للآخرة لننال الجنة بإذن الله. ولكن الترفيه غيب تلك النفس، فلا نجحنا في الدنيا ولا أعددنا جيدا للآخرة، فهل من مستفيق؟ ودمتم في أمان الله.